بارك بداية لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وللشعب السعودي كاملة وخاصة الجماهير الهلالية على هذا الإنجاز وهذا الإنجاز لم يأتي من فراغ، إنما أتى بعد مجهود سنوات كثيرة سبقونا وسبق من متواجد الآن أو المتواجد، فنبارك لهم ونشكرهم على المجهود اللي أعطوه سواء مجلس إدارة نادي الهلال أو الجهاز الإداري والفني والطبي والأبطال اللاعبين اللي حققوا هذا الإنجاز واتجهوا إلى كأس العالم للأندية واستمروا حقيقة كخليجيين وكعرب وكمسلمين في التواجد في هذا في هذه البطولة الكبيرة على مستوى الأندية، وهو إنجاز استمرار لمن سبقوهم في هذا المجال سواء أندية سعودية أو غيرها. فالحمد لله على كل حال كانت البداية حقيقة فكرة انطلقت في وأنا في أثناء علاجي في لندن، وكان متواجد معي المشجع السعودي الهلالي الخال عبد اللطيف الراشد، وكان متواجد كذلك للعلاج الأخ مبارك الدوسري، هو كويتي إنما يشجع نادي الهلال وهو إعلامي معروف يعني، وكانوا اثنيناتهم هلاليين. قلت لهم شوفوا إن الله كتب والهلال وصل النهائي سنحضر إن شاء الله، كتب لنا إن شاء الله نقدر نسافر أنا ومبارك الدوسري إن شاء الله راح نروح للمباراة، ليس اللي في السعودية إنما اللي سواء اليابان أو الصين، كان كنا ما نعرف أي فريق راح يوصل، وإذا وصل الهلال تعدى السد إن شاء الله نتجه له، والحمد لله الهلال وصل للنهائي وكانت في اليابان. لكن الحمد لله يعني الدكتور المعالج لي أعطاني الراحة لمدة شهرين أقدر أرجع فيها سواء الكويت أو أي دولة ثانية أغير جو فيها وأريح من العلاج عشان أرجع مرة ثانية بعد شهرين للاستمرار، لكن ما الله كتب لمبارك الدوسير إنه يسافر. وقلت له يعني أنا راح أمثلك وأشجع الهلال في النهائي هذا، والله الحمد لله كتبها لنا وسافرنا، وكانوا الحقيقة يعني الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان أو الجماهير الهلالية اللي كانت موجودة أو تواصلت ويانا أثناء الرحلة ساعدونا في 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 التخفيف من البعد المسافة والسفر والتعب اللي صادفنا، والحمد لله الفوز بالبطولة ريح كل مشاكلنا وتعبنا والله الحمد. أقول كلام صحيح بس من جهة ثانية، هو كلام صحيح بس من فكر ثاني، مو الفكر اللي بالشكل هذا، إنما فكر ثاني إن نعم هناك شخصيات هلالية دعمت سواء سابقة أو حالية، وأنا حقيقة يمكن صورت تصريح سريع بعد المباراة وهديت هذا الفوز سواء لسيدي خادم الحرمين الشريفين أو سمو ولي عهده أو الشعب السعودي وجماهير الهلالية، كان هذا استمرار لمن وضع اللبنة الأساسية المرحوم صاحب السمو الملكي أمير فيصل بن فهد أو صاحب الأمير عبد الله بن سعد، هذين كانت لهم أيادي بيضاء سواء على الهلال أو غيره، عبد الله بن سعد الله يرحمه كان له دور كبير في نادي الهلال. اليوم هذا استمرار لهذه الإنجازات، هذه شخصيات ساهمت، كذلك الشخصيات اللي موجودة الآن نواف بن محمد، نواف بن سعد، بندر الأمير بندر بن محمد، الكل ذيلا ساهموا في 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 هذا الإنجاز، فهذه شخصيات ساهمت، كذلك رئيس الاتحاد السعودي موجود، رئيس الاتحاد رئيس نادي الهلال، هذيلا شخصيات ساهمت في هذا الإنجاز، فلا نبخل عليهم من هذا الإنجاز، إحنا كان دورنا فقط تشجيع، رحنا الملعب وشجعنا وحقيقة سعدت بالتفاعل الجماهير الهلالية وهم يدرون أننا نصراوي، لكن سعدت بهذا التفاعل اللي كان موجود يومها، كنا كلنا سعوديين حقيقة، لم نكن كويتي أو هلالي أو نصر أو كذا، كلنا كنا سعوديين في وقته نشجع كرة السعودية في تحقيق إنجاز، وهو أول إنجاز في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين، وهذه بطولة يعني حد ذاتها بطولة ليست سهلة، البطولة الآسيوية ليست سهلة وكانت صعبة على الهلال خلال السنوات اللي فاتت، نقول لهم مبروك، نعم هناك أبطال في الملعب، نعم هناك جهاز إداري وفني وطبي خارج الملعب، لكن هناك دور لشخصيات رياضية سعودية خاصة سعودية وليس غير سعودية، دعم كان فقط دعم معنوي، نحن تواجدنا كان دعم معنوي للهلال،
كان دعم معنوي والتزام حقيقة في كلمة. احنا نلتزم بكلماتنا ولله الحمد، احنا قول وفعل ان شاء الله، نلتزم بكلماتنا لما التزمنا مع شخص عزيز علينا هو الخال عبد اللطيف الراشد، او هلالي مريض مثل حالتي كان يرغب في تواجده في هذا النهائي، احنا كنا نمثل هذه الشريحة من الاخوان الطيبين ان شاء الله. طبعا لما تيجي تفكر فيها هي عملية لوجستية، يعني انت تتخيل باكر اروح العب مباراة كل اسبوع في مباراة، وعندي دوري محلي لازم اغطيه او موسم محلي لازم اغطيه، واروح اسافر لي 7-8 ساعات وفرق التوقيت 5 ساعات، ترى العملية مرهقة. فبالتالي الآن في البداية طبعا شرق الغرب شيء طبيعي، لكن في النهائيات لازم يكون التواجد مثل النظام الحالي. إنما أنا أقول لك وضع هذا النظام من الأساس لخدمة الشرق وليس الغرب، هذا أمر إحنا عارفينه. ليش؟ لأن إحنا نلعب عندهم في 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 الشتاء درجة الحرارة قد تصل 5-6 تحت الصفر، وهم ما يلعبون عندنا هنا لو صارت درجة الحرارة 50، مع أن إحنا متعودين عليها. فيعني هناك ظلم في المواعيد هذه، لكن إن شاء الله الإخوان فيهم البركة في الاتحاد الآسيوي في حل هذه المشكلة إن شاء الله. يعني هذا يعتمد على اللوائح، ويستطيع يعني أي اتحاد محلي يطلب تعديل هذه اللوائح، هي عبارة عن لوائح. أنا أشجع حقيقة، أشجع اللاعب المحلي، أنا أشجع اللاعب المحلي أنك تدعم اللاعب المحلي. اللاعب اللي وصل للعالمية ما يحتاج أن 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 تدعمه ولا تعطيه جائزة أفضل لاعب، هو أوردي وصل للعالمية. إحنا نحتاج كثر ما نقدر أن نطلع. مع الأسف اليوم الشرق سبقنا بأعداد كبيرة في اللاعبين المحترفين، في خاصة في الدوري الأوروبي. اليوم احنا يمكن عندنا على عدد الأصابع يمكن 3 أو 4 من غرب آسيا يلعبون في الدوري الأوروبي، وهذا أمر راح يتعبنا في المستقبل. شوف أنا يمكن تابعت في تصفيات كأس العالم، كان يعني يبنون منتخب جديد، أنا شايف أسماء جديدة وشايف شباب صغار، وهذا الشيء الصح. إن مشكلتنا في الخليج عموما بطولاتنا بطولة أجيال، والجيل هذا ينتهي يكون ما في إعداد حق جيل قادم، وبالتالي تصير عندنا مشكلة، تصير الدروب. فتلقى فريق يتسيد 4-5 سنين الخليج وينافس على آسيا، وبعد 4-5 سنين ينتهي هذا الجيل، ما يساند الجيل اللي بعده، يطلع فريق ثاني. فتلقى مرة السعودية توصل تاخذ آسيا وتوصل كأس العالم، بعدها تطلع الإمارات هي اللي توصل، وبعدها تطلع قطر. بعد ليش؟ لأن ما في سيستم متكامل في دولنا لتحقيق مثل هذه المواهب أو تربية هذه المواهب. ماجد عبد الله بلا شك، يعني مع احترامي للجميع، ماجد عبد الله يعني اللاعب كان يملك كل مواصفات اللاعب بجميع المواصفات. أنا أتوقع ماجد عبد الله مع احترامي للجميع بالنسبة لي الكرة السعودية. طبعا كأس الخليج هي اللي جعلت الكرة الكويتية، هي اللي سوت الكرة السعودية، هي اللي سوت الكرة القطرية. اليوم كأس الخليج هي أساس التطور أصلا. لما ترجع لأساس كأس الخليج، يمكن تم عمل ملاعب جديدة في الكويت عشان دورة الخليج الثالثة، وكذلك في السعودية. فالمنشآت كانت تتواجد ليس بطولات آسيوية وغارية، إنما كانت تتواجد لبطولة الخليج. والاهتمام يعني الشعبي ببطولات الخليج يختلف عن أي بطولات ثانية، وبالتالي استمرارها مهم جدا، التواصل مهم. بعدين احنا نعاني حقيقة في الغرب آسيا، نعاني من قلة المباريات، مبارياتنا قليلة. عشان كذي دائما تشوف التصنيف الدولي القارات الثانية تتفوق علينا في التصنيف الدولي، سبب قلة مباريات الغرب الآسيوية وخاصة غرب آسيا. لا، دورة الخليج خلقت للكويت، مع احترامي للجميع، دورة الخليج خلقت للكويت. كأس الخليج هذا يعني يزعل علينا ويروح ويرجع. موضوع كأس الخليج احنا ما نتكلم عن كأس الخليج، كأس الخليج في أي لحظة ممكن ناخذ الكويت، في أسوأ مستوياتنا كنا ناخذ كأس الخليج، في أسوأ أعداد كنا ناخذ كأس الخليج. كأس الخليج وضعه مختلف، في حب بيننا وبينه. احنا نتكلم عن الرياضة الكويتية ككل.